بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم جميعا في الدارين آمين. ونحن اليوم نقرأ تكملة القسم الثالث، آخر جزء في القسم الثالث من أنواع المياه. يقول: وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وتحلب وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور. هذا موجود في متن الكتاب. أما في الشرح يقول قوله: وكذا المتغير، أي وكذا الماء المتغير، محترز قيد ملحوظ، وهو أن يكون المخالط مستغن عنه. يعني بيقول وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه، يبقى يفضل طهور، يعني طاهر مطهر طالما لا يستغني الماء عنه. زي ماء البحر مثلا، ماء البحر طعمه حادق ولونه ممكن تلاقيه كده معكر، يعني متغير اللون والطعم، بالرغم كده تتوضى بيه لانه متغير بما لا يستغني الماء عنه. بخلاف لو جبت انت كوب ماء ودوبت فيه شويه ملح، لا يصح انك تتوضا بيه، مع ان دي ملح ودي ملح، لكن ده متغير بما لا يستغني عنه، والاخر متغير بمستغن عنه. فيبقى المتغير بما لا يستغني عنه زي ماء النهر. ماء النهر ايضا تجد ان في بعض ايه الطحلب، وتجد في بعض الطمي كانه تراب عالق مغير لونه، حتى لو حطيت ايدك خلفه كده قد لا تراها من كثره تغير اللون، وبالرغم من هذا تتوضأ من النهر وتتوضأ من المسألة اللي هي جنب الغيطان كده تلاقي في مساء. كل ده بالرغم انه متغير، لانه متغير بما في مقره او بما لا يستغني الماء عنه. انما لو تغير بما يستغني عنه الماء يبقى ده تغير يضر. طبعا تغير يمنع من اطلاق اسم الماء عليه، يعني تغير كثير ظاهر، بحيث يعني زي القيود اللي احنا شرحناها قبل ذلك. بيقول وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. وكذا ده معطوف على قبل كده اللي هو المتغير بمجاور، فالمتغير بمجاور ما يضرش. لو تغير بمجاور غير المتغير بمخالط. المجاور زي مثلا شجرة فل مزروعة على شط النهر، تيجي تتمضمض من المية تلاقي طعمها طعم الفل وريحتها ريحة الفل، لكن هي ما اختلطش فيها، مجرد المجاورة، الهواء ياخد الرائحة ويروح ناقلها في المية تدوب فيه، فده اسمه تغير بمجاور ما يضرش. التغير بالمجاورة لا يضر. وكذا المتغير بما لا يستغني الماء عنه، واخد بالك ازاي؟ يبقى وكذا ده معطوف على الايه؟ على المتغير بمجاور، لان الواو هنا للعطف، معطوف على السابق اللي احنا قرأناه في الجلسة الماضية. وكذا المتغير محترز قيد ملحوظ، وهو أن يكون المخالط، يبقى احنا عرفنا أن المتغير بمجاور ما يضرش، والمتغير بمخالط يستغني الماء عنه يضر، والمتغير بمخالط طاهر تغير يمنع من إطلاق اسم الماء عليه يضر. زي قلت لك المرأة دي ما هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن منقوع اللحمة وغليت مع بعضها كده، طلعت بقت مية، سمينا احنا مرأة، يعني ما بقيناش نسميها ميه. لما اقول لك اديني ميه اشرب مش هتجيب لي كوبايه مرقه، يبقى تغير اسمها. طالما تغير اسمها يبقى التغير ده يضر، ما ينفعش اتوضى بيها، لكن ينفع اعمل بيها فته مش مشكله، لكن ما ينفعش اتوضى بيها. احنا بنتكلم في انواع المياه اللي انا اتوضى بيها، فهمت ازاي؟ قوله لا يستغني الماء عنه، ده القيد الثاني، ده يبقى متغير بمجاور لا يضر، ومتغير بمخالط يعني شيء دايب فيه بس لا يستغني الماء عنه، اي بان يشق ثون الماء عنه، يعني يصعب الاحتراز ومنع الماء انه ايه يختلط بيه.
لأن إذا صعب الاحتراز جاء الشرع بالتيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. مش كده؟ الدين إن هذا الدين يسر، لن يشد الدين أحد إلا غلبه، وهكذا. فيبقى إيه؟ يبقى طالما صعب الاحتراز يعني الاحتياط منه، يبقى ما يضرش. زي ورق الشجر اللي بيصائد ده في المية والهواء قاعد يزقه وينزل في المية ويختلط بيها ويدوب طعمه في المية، ما يضرش لأن يصعب الاحتراز. مش هقف أنا حارس على كل شجرة يلم لي الورق، صعبة دي صح؟ لو حملنا حتى موظفين جيش موظف مش هيلحق، فصعبة. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبدأ يصعب الاحتراز منه، يبقى خلاص، يبقى ما يجراش حاجة. يبقى الشرع هنا ينظر إنه ما يجراش حاجة. إنما أنا رحت لميت أنا ورق الشجر وكنست الشارع ورحت أنا اللي كبته في المية، يبقى المية دي لو تغيرت يضر، لأن ده بفعل فاعل. فهمت إزاي؟ مع إن هو نفس الورق ده لو وقع لوحده ما يضرش، لكن أنا لو لميته وكبيته يضر. خدت بالك؟ لا يستغني الماء عنه، أي بأن يشق صون الماء عنه. صون الماء يعني حفظه، ومنها صيانة الشيء يعني حفظ الشيء. ومنه أوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية وإن تفتتت واختلطت. ليه بيقول ولو ربيعية؟ لأن تمر الشجر اللي في ورق الربيع جامد ما يقعش لوحده، ورق الخريف بيقع لوحده. بيقول لك حتى ولو في الربيع اللي هو صعب انه يقع برضه معفو عنه. مش يقول لك ورق الخريف بس عشان الخريف ده بيقع لوحده، لا بيقول لك حتى ولو ربيعية، يعني من باب ايه؟ من باب التيسير الاكثر، عشان ما يتظنش ان الورق اللي يقع في وقت الخريف هو ده بس اللي يعفو عنه، انما في الربيع ده نادر. لا، ولو ربيعية خلاص، عشان ما يجيش في بالك. يبقى الخريف من باب اول. فهمت؟ لأن العادة عدم سقوط الأوراق في الربيع. وإن تفتتت، يعني حتى لو وقعت وفضلت في المية لدرجة إن ابتدت تتفتت في المية وتخرج عصاريتها وتختلط بالماء، برضه ما يضرش. بخلاف المنثورة اللي أنا وقعتها بقى بفعل فاعل، مش بفعل الريح، لا بفعل فاعل مكلف. بخلاف المنثورة وهي المطروحة، فإنها إن تفتتت واختلطت ضر التغير به. لكن لو لم تتفتت وتتغير منصورة كده، ورحت أنا لممها ورميتها في المية، ورحت أنا شايلها من المية قبل ما تتفتت، ما يضرش. واخد بالك؟ لأن هي مش هتغير، لأن في الأول تغير بالمجاورة، وما يحصلش اختلاط إلا بعد ما تقعد مدة طويلة. فيحصل هنا التغير، واخد بالك إزاي؟ مش في الأول، بالتغير بالدوام في النهاية، مش في الأول. فإنها إن تفتتت، اللي هي المطروحة، الأوراق المطروحة، إن تفتتت واختلطت ضر التغير بها، لأنها بفعل فاعل. وإلا فلا، يعني وإلا لم تتفتت ولم تغير، لا يضر حتى نثرها بفعل فاعل، طالما لحقت شلتها قبل ما تتفتت وتغير. لأن في الأول تغير مجاورة معفو عنه، والثاني تغير مخالطة لا يعفى عنه لأنه بفعل فاعل. خدت بالك؟ لأن التغير بها تغير بمجاور، يعني قبل تفتتها. لأن التغير بها أي قبل تفتتها، يعني تغير بمجاور، وإحنا عارفين إن التغير بالمجاورة معفو عنه، كما قاله ابن حجر الهيتمي مش العسقلاني. لما يقول ابن حجر في كتب الفقه، فقه الشافعي أصول الهيتمي إمام الشافعية في القرن العاشر الهجري وكان مصري، ليه كتاب اسمه الفتاوى الكبرى، وفي ليه كتاب اسمه تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ما هو منهاج الطالبين للإمام النووي شرحه الجلال المحلي، وشرحه أيضا ابن حجر الهيتمي. فابن حجر الهيتمي شرحه وسماه تحفة المحتاج، ده كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، اللي هو أصلا ملخص لكتاب المحرر للإمام الرافعي، كما قاله ابن حجر، كلام ابن حجر الهيتمي يعني. ويضر التغير بالثمار، غير الورق بقى، الثمار نفسه، لأن الناس تحافظ على الثمار ما تسيبهاش تقع، لأن الناس بتجيب الثمر قبل ما تبتدي تسقط وتدبل عنقودها
بيجنوها عشان يبيعوها، واخد بالك ازاي؟ فيبقى يسهل الاحتراز في الثمر ولا يسهل الاحتراز في الورق. فالثمار يضر لكن الورق لا يضر، خدت بالك بقى؟ لان الثمره تملي الناس مستنيه الميعاد قبل ما تقع عنقودها، يبتدي يبعث الناس يجنوا عشان يبيع، مش يسيبها ما تقطب وتقع وتبيع. عشان كده قال لك ايه؟ ويضر التغير بالثمار ولو كانت ساقطه، ولو كانت ساقطه بنفسها. واضح؟ تكتب فوق الكلمه دي لسهوله الاحتراز من ذلك. يبقى الاولانيه عفي عنها لصعوبه الاحتراز، وهنا لسهوله الاحتراز. ولو كانت على صوره الورق، في بعض الثمار هي ورق زي الورد. الورد الثمره هي ورده والورده ورقه. قال لك ولو كانت على صوره الورق كالورد لامكان التحرز عنها غالبا. كويس؟ حتى لو تعذر الاحتراز عنها، حتى لو فرض تعذر الاحتراز لانه بستان كبير وصعب الوصول ليه في كل ده، برضه يضر. ضر نظرا للغالب، لان الغالب ان بيسهل الاحتراز منه. فما تجيليش بقى في مساله في بقعه في حته نادره تقول لي هنا ما يجراش، لا. الحكم لان النادر لا حكم له. ايوه. يبقى خلاص ما تتوضاش بالميه اللي تحت شجره في الجميز ولا التوت، دور على ميه تانية. لو الميه ماشيه يبقى خد الجاريه اللي جايه قبلها. واخد بالك ازاي؟ الجاريه اللي جايه قبل الشجره. يعني شوف اتجاه الميه ماشي ازاي ووقف انت قبل الشجره. وتوضى. ما هو الثمار غالبا بيغيرها لانه فيها عصاره. عصاره. ما احنا قلنا لو الورق وقع دون ان يتفتت لا يضر لان تغير بمجاور، لكن لو سبناه لما تفتت يضر. واحد ايه يعني رماه كده بيكنس الشارع ورماه، يبقى ما تتوضاش في الحته دي وتقول للراجل ما تكنس الشارع وترمي الحاجه هنا في الحته دي عشان انت بتضيع عمليه الماء والناس ما بتعرفش تتوضى. نعلم الكناس. ما هو لازم الكناس يبقى عنده بعض الفقه برضه. واخد بالك؟ والناس للاسف ما عندهاش فقه دلوقتي، بيخلوا مجاري المساجد وميض المساجد كلها وتصريفها يخلوه على الترع. وده حرام عليهم. يبقى انت داخل تتوضى وتتبول في ميضة المسجد وكل بولك ده نازل في الماء. وده ما يليقش، ما يصحش. فهمت ازاي؟ يعني الناس لازم المهندسين يبقوا لازم عندهم فقه. وبعدين بعد كده كمان بقت مخلفات المصانع وهي مضره للصحه بقى بغض النظر عن النجاسه والطهاره، بقوا يرموها برضو في نهر النيل لما بقى نيله. يعني احنا هنكتب بعد كده عليه في الخريطه نهر النيله، هنحط بس ته مربوطه من كتر الحاجات اللي بيصرفوها فيه لما وسخوه. المصانع اللي على طول شط النيل وعلى طول الترع اللي بتصب في النيل واخده من النيل قاعده بتصب فيه. والناس الشاطرين بقى كمان يعمل لك ماسوره كده واخده من الايه؟ من الـ من الـ بيعمل لك بير كده في البلاد اللي ما فيهاش في مواسير مجاري، يسموها ترانش. بيقول لك علشان ما يحتاجش ينزح الترانش كل شويه، يروح عامل حفره كده ويدخل فيها ماسوره عشان تصب في النهر. كلنا عايشين المشكله دي وعارفينها. حرام. هذا الفعل حرام قطعا. ما يعملوش كده ابدا، انسان مسلم محترم. وفاهم دينه. لكن الناس بيعملوها بسبب جهلهم بالفقه. بيبقوا محترمين بس جاهلوا الفقه، ما يقصدش، لكن لو عرف هيبقى محترم بقى في تصرفاته. وعلشان كده تعلم الدين ده بيعين حتى الحكومه على اداء وظيفتها. ان المفروض ان الحكومه تعلم الناس الدين. تعلمهم الدين في المدارس، وتعلمهم الدين في المساجد، وتعلمهم الدين في، لان ده هيعينهم. اولا القضاء على البلهارسيا. البلهارسيا دي تقضى عليها لو ما حدش اتبول في النهر. تقوم دورة البلهارسيا مش هتستمر، ما هي بتستمر ازاي دورة حياتها؟ لأن لازم البيضة اللي موجودة في بول المصاب أو برازه تيجي في النهر اللي فيه القوقع.
لازم يحصل اللقاء ده ويحصل التزاوج بين البيضة والقوقع، ما بيوصلهاش إلا المتبول أو المتبرز في الماء. فلو عرف إن التبول والتبرز في الماء ده ما يليقش شرعا، واخد بالك إزاي، وما ينفعش كده، يبقى خلاص إدى ظهره للترعة من غير ما تعمل له إعلان وإدي ظهرك للترعة. يعني هو لوحده هيدي ظهره للترعة خلاص، خدت بالك؟ لكن لحد دلوقتي يعملوا لك أغنية وإدي ظهرك للترعة يا ست ثانية، أوعي تدي وشك للترعة. أغنية الناس هتخالف الأغنية، ما تفرقش معاها. لكن الناس ما تخالفش شرع الله، لأن الناس بطبيعتها دينة يخاف. فلو علمتهم الوازع الديني مع الفقه خلاص اتحلت المشكلة، خدت بالك؟ فمهمة الحاجات دي. نعم. أدام ما تعرفش ما ينبنيش حكم. أنت هتغلب الفقيه يعني؟ الفقيه يقول لك ما ينبنيش حكم يا ابني أدام ما تعرفش. لازم تبقى متيقن. يعني بيقول لك أنا ماشي لقيت شوية مية مجموعة كده وورق واقع عليه، أنا ما أعرفش الواد ده بيلعب رماية ولا هو وقع لوحده. اتوضى. لأنه ما ينبنيش حكم. أنت ينبني حكم إنك تبقى عارف. فهمت إزاي؟ ربنا يؤاخذك بالمعرفة. لأن أنت ممكن تعدي كده في حتة أرض كده طاهرة، انت شايفها جافه طاهر تصلي عليها، لكن لو تحققت تلاقي مثلا في كلب اتبول عليها الشهر اللي فات الحته دي، فهي في حقيقه واقع الامر نجس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقبل صلاتك لانك صليت على ارض على ظنك طاهر، فيؤاخذك بالظن ما يؤاخذكش بنفس الامر. في فرق بين واقع الامر ونفس الامر. خلاص نشوف نشوف إذا كان الشوية اللي رماهم شوية بحيث اللي لو وقعوا لوحدهم قدر كبير، لو وقع لوحده ويغير يبقى حصل التأثير، ولو كان الشوية اللي حطهم رماهم دول قليلة بحيث لو رماهم لوحدهم لا يغير يبقى لا يؤثر. هو مقدر ساعتها، يسموه إيه التقدير، يبقى إيه الواحد يبقى عنده نظر يقعد إيه يوزنها ويقدر. ما هو احنا الكلام ده في دون القلتين ده في النجاسه، انما احنا في الماء في المختلط بطاهر العبره بالتغير سواء كان ماء قليل او كثير. يعني القلتين حدهم ده في الماء اللي ايه في اختلاطه بالنجاسه. فالنجاسه نقول ان لو كان ماء اقل من قلتين تؤثر ولو كانت لا تغير. يعني حطيت انا نقطه بول صغيره، نقطه بالقطاره كده، بالقطارة اللي بحط بيها في عينيا، خدت نقطة بول كده قطرة ورحت نقطتها في حلة مية، ولا هتأثر فيها حاجة ولا تغير طعم، لكنها تصير هذا الماء متنجس. فهمت ازاي؟ بخلاف لو أنا خدت قطرة نقطة بقى من إيه؟ ده إيه ده؟ نعناع، من مية النعناع دي ونبلتها، لأن دي طاهرة ما تأثرش لأنها مش هتغير. فهمت ازاي؟ يبقى أنا ببص للتغير لما بيكون المخالط طاهر، ما ببصش للكمية. يعني العبرة بالتغير، فتمنعه من طهوريته لكن لا تمنعه من طهاريته، يصير طاهر غير مطهر. فهمت ازاي؟ فاحنا في القسم ده بنتكلم في المخالط الطاهر مش المخالط النجس. النجس هيجي في القسم الرابع. ولو كانت على صورة الورق الورد، يعني ده اللي هو الثمار، يعني لإمكان التحرز عنها غالبا حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضرا نظرا للغالب. زي ايه لا يستغني الماء عنه؟ كطين. الميه بتجري في مجاري مائيه صينيه، ده لا يستغني الماء عنه. كطين اي وان طرح بعد دقه، لان اصلا الطين ده موجود في المجرى المائي العادي. فانا لو شويه طين كده على مجرى الماء، واخد بالك ازاي، متجمد، جيت انا رحت دقيته ورحت رميته في الميه تاني ما يضرش، لانه ده من اصله. فهمت ازاي؟ وان طرح بعد دقه. وقوله وتحلب اي ان لم يطرح بعد دقه. التحلب ده عباره عن فطريات فنجس، ولا التحلب ده عباره عن نبات؟ غالبا نبات، نبات غالبا، نوع من النباتات. وفي بعض الطحالب برضو بتبقى شكلها يعني عبارة عن تحلب، يعني فنجس. ها؟ ألجي. ألجي برضو يعني يعتبر فطر، مش كده؟ نباتات أولية. وحيدة الخلية دي؟
وفيها واحدة وفيها متعددة. خلاص كويس، يبقى هي نوع من النباتات إما واحدة الخلية أو متعددة الخلية. لكن الفنجي ما هي برضه واحدة ومتعددة، في أنواع كده وكده، لكن دي تبع تقسيم النباتات. تمام. لكن الفنجاي دي تبع الميكروبيولوجي، تبع الحاجات اللي هي الميكروسكوبية مش كده؟ وفي منها برضو يرى بالعين، زي عفن الخبز يرى بالعين. طيب مالناش دعوة، احنا عارفين الطحالب اهو، الطحالب احنا بنتكلم عليها بقى، ونشوف بقى التقسيم بقى بتوع علماء النبات والميكروبيولوجي يعملوا فينا ايه. يقول لك كافين، ايوه، ان طرح بعد دقت وقول وتحلب، اي ان لم يطرح بعد دقت، لان التحلب لو ايه يعني، لو خدته كده ورميته بحاله من غير ما تدقه فهو اصله من الميه ما يضر، لكن لو دقيته طلعت عصرته فهيختلط بابو مخالط، خدت بالك ازاي؟ يبقى هنا يضر. فان اخذ ودق ثم طرح ضر، كما في شرح الرملي اللي هو ايه، اللي هو شمس الدين الرملي، وقضيته انه لو اخذ ثم طرح صحيحا. طيب القضيه اللي هتنبني عليها بقى في المساله، احنا قلنا التحلب لو اترمى لوحده كده ما يضرش، طيب لو خدته انا ودقيته ورميته ضر. طب افرض انا طرحته صحيحا ثم تفتت بنفسه، واخد بالك، هل بقى يضر للنظر لاول الفعل ان هو وقع بفعل فاعل، واخد بالك ازاي، ولا لا يضر بالنظر للاصل ان هو اصلا كان تغير بمجاور وده من اصل الماء؟ يبقى هتختلف نظرة الفقيه، عشان كده بيقول لك يعني بيجيب لك القضيه دي بعدها على طول. وقضيته انه لو اخذ ثم طرح صحيحا ثم تفتت بنفسه لم يضر، وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الاوراق المطروحه الضرر، بخلاف قياس في الاوراق المطروحه ان هي الاوراق المطروحه يعني زي الاوراق المطروحه، لو رميتها لوحدها واخد بالك بدون ما تدقها ما يضرش، واخد بالك ازاي، لكن لو فتتت تضر، لكن احنا لسه قايلين انها لو وقعتها تضر الاوراق المنصوره، يعني التحلب بخلاف الاوراق المنصوره، التحلب بخلاف الاوراق المنصوره، التحلب لو رميته ما يضرش ولو تفتت بعد ما رميته، لكن الاوراق المنصوره تضر لو انا رميتها، واخد بالك ازاي، سواء تفتتت او لم تتفتت، ان تفتتت، لكن لو رميتها وما تفتتتش ورقتها يبقى بمجاور معفو عنه. وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الاوراق المطروحه الضرر، وبه صرح ابن قاسم في شرحه على الكتاب اللي هو يعني تفتتها بعد طرحها الضرر في شرحه على الكتاب. والتحلب بضم اوله وثالثه تحلب، او كسرهما تحلب، او ضم اوله وفتح ثالثه تحلب، شيء اخضر يعلو الماء من طول المكث، ده تعريف التحلب. وما في مقره، الحاجه الثانيه اللي هو لا يستغني الماء عنها وتغيره ولا تؤثر في طهوريته، ما كان في مقر الماء، واخد بالك ازاي، او ممره. ايه الفرق بين المقر والممر؟ المقر في الماء الراكد والممر في الماء الجاري، بس لكن هما حاجه واحده. وما في مقره اي موضع قراره وقوله وممره اي موضع مروره، سواء كان القرار ده او المكان المرور ده خلقيين يعني ربنا خالقهم، او مصنوعين كما وسير الميه، واخد بالك ازاي، يبقى يمشي حتى لو مؤثر الميه صدت واختلط الصدى بالميه ونزل متغير ما يهمكش، اتوضى بيه لان ده يعتبر بما في ممره، سهله. طيب بحيث يشبهان الخلقيين، ولذلك قال الرمل والمراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الارض او مصنوعا فيها بحيث يشبه الخلق، بخلاف المصنوع لا بتلك الحيثيه، لكن لو كان معموله مواسير علشان يمشي فيها اي حاجه تانية غير الميه، اي حاجه غير الميه، ناويين يمشوا فيها مثلا اي سائل، بترول مثلا، مواسير يمشي فيها بترول
او كيروسين او اي حاجة، فدخل فيها ماء فتغير الماء بما فيها، يقول لك ده يضر، لان ده مش ممر معمول للمية، ده ممر معمول لغير الماء، فتبقى فهنا ده يضر، انما الممر اللي معمول للماء يعفى عنه. فان الماء يستغني عنه، يعني اللي هو ايه، للممر المعمول بحيثية ايه لغير المرور فيها. ويؤخذ منه ان ماء الفساقي، ماء الفسقية يعني، والصهاريج اللي هو الصهريج الخزان الكبير ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور، وان ماء القرب التي تعمل بالقطران لاصلاحها، كان زمان يجيبوا قربة ويجي فيها ثقب ولا حاجة يحط عليها قطران عشان يسد الثقب ده، يقوم يدي طعم للمي الاطران ده، وبعض الاحيان يدي لون، يقول لك ما يضرش. كذلك ولو كان من المخالط بخلاف ما اذا كان لاصلاح الماء، بخلاف ما كان المحطوط ده لاصلاح المية يغيره، لكن المحطوط ده لاصلاح المقر او الممر وغيره لا يضر، لكن لو كان لاصلاح الماء يبقى غير صفة من صفاته، فتبقى فده اللي يضر. بخلاف ما اذا كان لاصلاح الماء وكان من المخالط، لكن من المجاور ما يضرش، يعني الشابة ما تضرش لان الشابة مخالط مجاور، مش كانوا بيحطوا الشابة كده علشان ايه تاخد العوالق وتنزل تقوم تخلي المية رايقة، فدي تغير بمجاور. الكلور ده اصله غاز بيطير، ما يدوب لحظة ويطير، ما يقعدش في المية كتير لانه اصله غاز، فيدوب شوية ويطلع بعد كده. الشابة بيحطوها في المية علشان يروقوها، بتمر بمراحل قبل ما تجيلك انت في البيت في الماسورة، الكلام ده في كوبانية المية، بتمر بمراحل كده يروقوها بحاجات زي الشابة، قد يكون عندهم الوقت حاجات غير الشابة، لكن كان زمان بيستعملوا الشابة، واخد بالك، يمكن مازال خلاص، فعلشان يروقوا العوالق. اصل الشابة دي بتبقى ماسكة نفسها كده ولا بتدوب؟ دي حجر مش حجر؟ طيب يبقى مجاور. احنا المخالف عندنا عند الفقهاء اللي هو دايب، والمجاور اللي هو يفضل متماسك جوه الماء كده زي زلطه وقعتها، واخد بالك ازاي؟ ده اسمه مجاور. المجاور لا، المجاور مطلقا هو ما لا يذوب في الماء، اي حاجه رميت انا الكوبايه دي في الميه تفضل في الميه قاعده عامله كده في المنظر ده، ما تدوبش، واخد بالك، يسموها مجاور. وزي ما قلنا، زي ما قلنا برضو ايه في الزيت مجاور، لان الزيت تلاقيه يعمل ايه بقع كده وما يدوبش، فده برضو مجاور، يعني لو جيت اشطه كده، وزي الجاز مجاور لانه تلاقيه عايم على سطح الميه، فروح تتزقه كده وتتوضى بالحبه اللي تحته خلاص ما يجراش حاجه، لانه ده تغير بمجاور، حتى لو اللي هتاخده من تحته يبقى طعمه طعم الجاز مش مشكله، لان ده استرواح خد ريحة بس، لكن خدت بقى كل ده ما يضرش، انما لو سائل بيدوب يبقى هو ده التغير اللي يضر بيه لانه داب خلاص ما تعرفش تفصله. بخلاف ما اذا كان لاصلاح الماء وكان من المخالط يضرهم. ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن، يعني انا حطيت المية في اناء كبير، جرة يعني اناء كبير، سميها زلعة سميها انجر، في الارياف يسموها انجر، هتيجي اجيال مش هتسمع الاسماء دي بعد كده، لكن اللي احنا بنقولها يمكن الناس تلحق تسمع، يسموها انجر ويسموه زلعة ويسموه، مرة بقول واحد زلعة دكتور امتياز يقول يعني ايه زلعة؟ قلت له عمره قاعد في الزمالك يعرفه بالزلعة دي، متربي طول عمره ما يعرفش، عذرته والله هو مش بيهزر يعني، فهتلاقي جدع شوية حاجات ألفاظ كده هتلاقيها إيه تنقرض، على أي حال إيه جرة كان فيها لبن أصلا، وبعدين أنت كبيت اللبن فعلى جدارها لسه أثر اللبن، حطيت فيها المية ما يضرش هنا، لأن تغيرت بإيه بما في المقر، تغيرت بما في المقر فما يضرش.
ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر. بخلاف ايه؟ العكس بقى، انا حطيت الجرة بتاعتي دي، الاناء ده كان نظيف، حطيت فيه المية وكبيت عليه شوية لبن، ضر. فهمت ازاي؟ لان ما كانش في المقر. لكن قبل ما احط المية انا حطيت اللبن في الجرة، فيدوب لحوت على جدارها كده، حطيت عليها المية ما يضرش. شفت قد ايه الفرق؟ فرق جميل حلو. يقول لك يا اخي ما كان يشطف المية ويخلصنا. انا بدي لك مثال، لان قد تكون في مكان الماء فيه قليل، وشطفة الجرة دي تستهلك مية وانت مستاجه، فهمت؟ وعايز تحتفظ بالماء علشان تتوضى بيه، فهمت ازاي؟ او تستعمله في سائر الاستعمالات. ايوه طبعا. لا، هي معمولة اصلا لحفظ الماء وغيره، يعني الجرة اصلا الاناء ده معمولة لحفظ الماء وغيره، انما ماسورة البترول معمولة بالبترول بس. خدت بالك ازاي؟ هو انت عندك الوقت الكوباية دي للبن ما تحطش فيها مية ابدا، تستعمل فيها مية واللبن ما يضربش. كذلك الحلة تحط فيها محشي، تحط فيها ملوخية، وتحط فيها مية، تحط فيها شوربة، تحط فيها اي حاجة ما يضربش، مصنوعة للاتنين لأي حاجة. خدت بالك؟ فتمشي. خلاص احترز يا سيدي، انا مش ممتنع. لكن افرض هما قبل انت ما تحترز كنت في شغلك ورجعت البيت لقيتهم حطوا الميه كده والميه اتقطعت ومفيش الا الحبه دول، تتوضى ولا تتيم؟ لازم الفقه يجي هنا بقى، اتصرف ولا ترمي عليها يمين طلاق وتروح للمفتي، ولا نعمل ايه بالظبط؟ فلازم تبقى عندك فهم في الامور دي تبقى سهل. لكن طبعا كل ما تبعد وتبقى راجل نظيف كده وتشطف حاجتك وتبقى جميل، لكن ما بتيسرش في كل حاجه. وينبغي ان يكون منه طونه الساقيه. عارف انت الساقيه اللي بتدور دي؟ بيبقى ايه الجزء فيها؟ هي بتبقى معموله من معدن، ساعات يبقى فيه صدى المعدن ده، فالميه اللي بتيجي بتختلط بالصدى ده والساقيه قاعده بتطلع وترمي وترمي، وهي قاعده بترمي شويه صدى بيقع وشويه صدى بيتكسر وبتاع، ما يضرش لانه دي معموله اصلا في الميه، فصار كان بما في مقره او ممره. واخد بالك ازاي؟ وينبغي ان يكون منه اصل الشيخ ابراهيم البيجوري ده من الباجور، فلاح، شيخ فلاح، عارف ايه اللي بيحصل في الارياف، فعايز يدي لك الامثله دي علشان تتعلم منه، بحيث في كل الاحوال تبقى فاهم الدنيا. اتمضمض وتف، ما تبلعهاش ما تبلعهاش، ده كله حديد. من ساعات الدكتور يقول لك خد شويه حديد، ربنا يكرم. بس اصل الحديد اللي انت هتشربه ده بيبقى ايه؟ حديد اظن بيبقى فرك، اللي هو اكسيد حديديك مش حديدوز، والحديديك ده غير الفرس، ما بيمتصش، ما تخافش. لو انت قرفان منها ما يضرش، ما تتمضمضش. افرض انت قرفان، يعني افرض انت قدامك ميه وكان على شط الترعه فيه كلب ميت متعفن، واخد بالك ازاي؟ وعامل ريحه فظيعه، وانت ما قدامش الا الميه دي، واحنا قلنا الاختلاط بالمجاور ولو نجس لا يضر لانه ده مجاور، فهمت ازاي؟ فتبقى دي الميه تنفع تتوضى بيها، لكن انا قرفان من طعمها وريحتها، ما تمضمضش بيها، ما يجراش حاجه، لان الفرد هو الايه؟ الوجه، اغسل وجهي واغسل وخلاص، بسيط. فهمت ازاي؟ يعني مش لازم يعني اقول لك تعمل كده، والا تعذيب بقى، يعني مش هنعذب الناس، الحمد لله. فبيقول هنا ايه؟ وينبغي ان يكون منه طونس الساقيه وثلبه البئر للحاجه اليهما. ثلبه البئر اللي هو الايه؟ الحبل اللي بيبقى ساعات يبقى فيه حبال معدن، وساعات يبقى الحبل ده معمول من كتان والكتان ينفصل منه اجزاء وتتفتت، واخد بالك؟ كل ده ساعات يؤثر في الماء، يقول لك ما يضرش لان كل ده مصنوع من اجل الماء، فصار كانه مقر او ممر، فهمت ازاي؟ ما يضرش للحاجه اليهما. وها هنا مساله نفيسه، مساله مهمه، خد بالك بقى، هم الفقهاء يحبوا يجيب لك الايه؟ النكت الجميله كده. وهي مساله ابن ابي الصيف،
ابن ابي الصيف جاب لنا مساله قبل كده زمان، مش كده برضو مرت عليكم ولا دي اول مره؟ ما احنا قايلين ابن ابي الصيف قال لو كانوا الاثنين ماء مستعمل قليل وماء مستعمل قليل، لو اجتمعوا الاثنين مع بعض بقوا قلتين يجوز الوضوء بهما مجتمعين ولا يجوز الوضوء بهما منفصلين، صح؟ مش كنا خدناها؟ هيجيب لك مساله ثانيه. ابي الصيف ده اصله كان غاوي ايه حتت جميله كده، يقول لك ايه بقى؟ وها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيف، وهي ما لو طرح ماء متغير بما في مقره وممره على غير متغير فتغير سلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خلطه بالآخر. أنا جبت حلة مية بحر وحلة مية حنفية، مية البحر حتى مية الحنفية ما فيهاش طعم، صح؟ رحت حطت الحلة دي على الحلة دي، حلة البحر كبتها على حلة مية الحنفية فتغيروا، كل واحد لوحده اتوضى بيه يجوز، لكن لو اجتمعوا مع بعض. ادي مساله ابن ابي الصيف عكس المساله الثانيه، عكس الايه؟ المساله الثانيه. خدت بال حضرتك؟ بخلاف ايه؟ لو جبت ميه الحنفيه كبيتها على ميه البحر ينفع، لان انا خففت حدوقيتها. افهم افهم يا فقيه. لا بس الثانية وردت عليها، خد بالك في فرق بين الورود والمورود، بين الوارد والمورود عليه في فرق كبير. ها؟ وهنا اصل الكلام ده لما يكون غير متغير، يعني جبت مية مطر مع مية حنفية ما تغيرتش مية المطر لسه، لكن انا بيتكلم لك في ماء متغير بطول المكس، مش طبيعي كده، مش نازل كده متغير، ده تغير اما بطول المكس او بالممر او بالمقر، لكن هو اصله ما كانش كده. يعني اصل ماء البحر كان ماء من السماء ما كانش حادق، فعفي عن حدوقيته لايه؟ لممره ومقره. خدت بالك ازاي؟ فدي ما تنفعش، المساله مختلفه. خدت بالك ازاي؟ الكلام ده انا لو جبت ماء المطر جمعته وحطيته على ميه الحنفيه ما يضرش، لان لا ده متغير ولا ده متغير. خدت بالك ازاي؟ لكن هنا ماء متغير بما في مقره والتاني ماء مش متغير، خدت المتغير ده كبيته على اللي مش متغير فبقى كله متغير ضر. دي مسألة ابن أبي. في ناس على فكرة قالوا ما تفرقش وخالفوا ابن أبي الصيف، قالوا يا عم ما تفرقش، زي ايه طريقة تفكير أخونا؟ قال يا عم ما تفرقش يا عم، أنت هتعقدها لنا، واخد بالك؟ لكن نظر الفقيه، الفقهاء يحبوا ايه؟ يعني يبتدوا يفصصوا الامور، فاسمعها كده نشوف اللي بيقول ايه. وهي مساله ابن ابي الصيف، وهي ما لو طرح ماء متغير بما في مقره وممره على غير متغير فتغير، يعني غير المتغير تغير، سلبه الطهوريه لاستغناء كل منهما عن خلطه بالاخر، وبه يلغز ويقال لنا ماءان يصح التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا. يبقى ايه؟ تقول له مسألة ابن ابي الصيف لما يجي يسألك الفقيه في الامتحان، يعني يقول لك عند الشافعية ماءان يصح الوضوء بهما منفردين ولا يصح الوضوء بهما مجتمعين، يبقى ايه؟ تقول ينبسط منك يديك الشهادة، واخد بالك؟ يبقى مذاكر، واخد بالك؟ طيب نشوف بعد كده. كذا قاله الرملي، الإمام شمس الدين الرملي مشي مع ابن ابي الصيف في المساله ووافقه، اللي هو الشافعي الصغير اللي هو امام الشافعيه في القرن التاسع الهجري، واخد بقى؟ كانوا يسموه الشافعي الصغير، الشيخ ايه محمد شمس الدين الرملي. وخالفه ابن حجر الهيثمي حيث قال لا يسلبه الطهوريه، خالفه ابن حجر ما وافقش ابن ابي الصيف في المساله، خدت بالك ازاي؟ لكن الرملي مشي مع ابن ابي الصيف قال له اه كلامك مظبوط، ماشي على القياس المظبوط والتفكير المنطقي، احنا موافقين عليه. ابن حجر الهيثمي قال له لا ما يجراش حاجه، خدت بالك؟ حيث قال لا يسلبه الطهوريه لانه طهور فهو كالمتغير بالملح الماء، واما لو طرح العكس بقى غير المتغير على المتغير المذكور فلا يسلب الطهوريه، خلاص على الراجح، خدت بالك؟ على الراجح ليه؟ لان ابن ابي الصيف قال لا فرق،
ابن ابي السيف الا فرق، والرمل ميز، يعني بالرمل وافق ابن ابي السيف في حته وخلفه في حته. فهمت ازاي؟ لانه لم يزده قوه، لانه ان لم يزده قوه لم يضعفه. واخد بالك ازاي؟ فلا يسلب الطهوريه على الراجح، يعني ايه؟ اما لو طرح غير المتغير على المتغير، يعني مية الحنفية وديناها على مية البحر، قال ده لو لم يسلبه الطهورية ده أصلا قلل حتى التغير اللي فيه، ده فاده، ده خلى بدل ما حدوقيته جامدة خلى حدوقيته أخف، ده يبقى فاده، فازاي يضره؟ فهمت ازاي؟ لأنه إن لم يزده قوة لم يضعفه، كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي خلافا لما نقله بعضهم عن ابن قاسم في حاشيته على ابن حجر. حلوة الحاجات دي؟ الحاجات دي كتير ما بينبنيش عليها احيانا عمل كتير في حياتك العمليه، لكن بتبني في مخك طريقه التفكير المنطقي في الامور المتشابهه والمختلطه، فتبني عقليه الفقيه اللي هو لما تعرض عليه مساله يكون اتعود على التفكير. وعشان كده القراءه في مثل هذه الكتب وفهمها بيعودك على التفكير المنطقي، يقوم يطلعك مفتي، يطلعك راجل لما تيجي تفاجئ بمساله ما حدش نص عليها يبقى عندك طريقه تفكير خصبه تقدر تستنبط منها حكم. لما ترك الناس القراءة في مثل هذه الكتب ويقعدوا يقروا في كتب شرشر والمذكرات ما طلعوش فقهاء. وتلاقيه خريج أزهري وعمة كبيرة ومش فقيه، ليه مش فقيه؟ لأنه درس في الكتب الصغيرة اللي ما فيهاش الحواشي دي، فحفظ 1 2 3 4 وخلاص، 1 2 3 4 وخلاص، ونجح وخد الشهادة. تيجي تسأله في حاجة تانية غير اللي قراها تلاقيه يتلغفن ويتلجلج. ليه؟ لأن ما رباش في مخه عقلية الفقيه. بخلاف مشايخنا بتوع زمان. شيخنا بتوع زمان كان يقعد يمسك الكتاب كده يفصص كلمه كلمه ويشوف الصور دي كلها وتخيل العلماء من قبله وتصوراتهم المختلفه، عشان هو كمان بعد كده يضيف تصوره هو كمان ويبقى ليه شخصيته المستقله وفهمه المستقل. يوم يجي في الاخر بعد ما يكبر كده ويبقى شيخ يروح عامل حواشي على الكتاب اللي كان بيدرسه وهو طالب صغير، ويبتدي يقيد امور ويوسع حاجات ويعمل لك مش عارف ايه ويقول انا من رايي وانا مش عارف ايه. ليه؟ لانه اتربى على طريقة التفكير الكبيرة. كذلك نفس الحكاية في الطب، يعني احنا بنلاحظ الأطباء اللي بيتخرجوا الوقت اليومين دول ما بيذاكروش من الكتب الكبيرة. بيذاكر برضه في مذكرات وياخد دروس خصوصية ويتلاقي معاه مش عارف إيه، وطول النهار يطلعوا من كلية الطب يقفوا يصوروا شوية كلام مكتوب مشخبط بتاع معيدين يحفظوا ويجيب امتياز. يجي يتخرج دكتور يجي له حالة كده عايزة شوية تفكير. تلاقي فرق كبير بين الدكتور بتاع زمان وبين الدكتور اللي متخرج اليومين دول، مع ان بتاع زمان ده كان جايب جيد وده كان متخرج بامتياز. تلاقي اللي جايب جيد ده اسلوب تفكيره يعرف يشخص الحاله ويتصرف فيه لانه قرا في الكتب الكبيره اللي هي بتخليه يعرف يفكر، والتاني ما قراش في الكتب الكبيره، قرا في المذكره اللي هي 1 2 3 4 5 وانتهى. اول ما تجي له حاله بقى كده ملفوفه شويه يقعد بقى يحتار فيه. خدت بالك ازاي؟ لكن ربنا جبر نقصهم بايه؟ بان بقى في وسائل تشخيصيه كتيره ما كانتش موجوده زمان. يعمل اشعه مقطعيه ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه لحد ما تجيله الحكايه متشخصه لوحدها. يعني الاعمى يعرفها خلاص. وبعد كده بقى بيكلف الناس كتير، يعني عشان كده تروح لدكتور صغير يكتب لك تحاليل قد كده تدفع لك 2000 3000 جنيه تحاليل، تروح لدكتور تاني قديم شويه يكتب لك هو تحليلين يكلفوك 50 جنيه. بدل 3000 جنيه ويروح مشخصك ويكتب لك العلاج. فتبقى فرق كبير. ليه؟ لان الثاني ده ذاكر في كتاب زي الكتاب بتاعنا ده اللي هو الاولاني، والجدع الثاني بتاع التحاليل الكتيره ده ذاكر في مذكره صغيره. فرق كبير بقى. فلازم انت كمان تدرج نفسك. انت وانت صغير اقرا الكتب القصيره صغيره المقاطع. عشان كده العلماء زمان كانوا يعملوا ايه؟ يعملوا متن للاطفال يحفظوه. الطفل بعد ما بقى مميز وكبر شوية يقرأ شرح موجز للمتن، يعني يوسع شوية على قد مخه. يجي كبر شوية بقى في إعداد يقرأ شرح موجز للموجز، كبر أكتر يقرأ حواشي على موجز الموجز، كبر أكتر وبقى شيخ كبير علامة يقرأ بقى المراجع. يوم باستمرار تلاقي عنده ما يشغله في العلم، مش ولا أنا وصلت وخلاص، يفضل طول عمره باحث وقاعد يقرأ، طول عمره قاعد يوسع المسائل ويبسطها. وعشان كده فرق كبير بين فتاوى علماء القدامى
وبين الفتاوى بتوع علماء اليومين دول بسبب الاسلوب التعليمي اللي اختلف. اسلوب التعليم اللي اختلف هو اللي خلى المساله بقت وصلت في كل مجال، في المهندسين، في الزراعيين، في الاطباء، في كل مجال، حتى في الصناع. كان زمان الصنعه يتعلم له صنعه، ما ينفعش يروح يعمل مقاوله لوحده كده منه وبين الناس الا لما يروح لشيخ الصنعه يشتغل قدامه ويجيزه ويديله رخصه، وبعدين يعمل له امتحان كل 3 سنين كمان لحسن يكون مستواه انهبط. كل 3 سنين يروح لشيخ صنعه يجدد الرخص، وكل 4 سنين يروح يجدد الرخص. خدت بالك ازاي؟ عشان يشوف هل هو اصلا مواكب التقدم في صنعته ولا بيشتغل بطريقه قديمه وما بيجددش نفسه ويبقى بيغش الناس. لكن الوقت ما تعرفش الحكايه دي، الواد من دول يروح يشتغل مبيض محاره يومين مع مقاول، وبعد يومين 3 يروح سايب المقاول عشان بيتأمر عليه، اتعلم يا دوب بس ازاي يخلط ده على ده ويعملهم كده. ما يعرفش اكتر من كده. الراجل بيتأمر عليه عشان بيجي له متأخر، اصل الثاني بيسهر على التلفزيون. فيجي له الساعة 10 الصبح، ما ينفعش يا ابني لازم تجي لي 8 زو، ما ينفعش. ايه الإمارة دي؟ مش مستحمل. يروح سايبه وعامل هو مقاول. وما اتعلمش، يقوم يخرب الدنيا، ياخد المقاولة يخرب الدنيا. يكلف الناس، ياخد بنزين يرمي، ياخد بتاع ده اسمنت يبوظه، وجبس يبوظه، وتعمل الشغل تجيب واحد يهده ويعمل غيره. يبقى اهدار، اهدار لكل حاجه. والترزي نفس الحكايه، والميكانيكي نفس الحكايه. تروح لواحد ميكانيكي يفك لك العربيه ويكسرها لك ويبوظها لك، ويقول لك انا بصلحها ساعات البيت، صلح ايه يا ابني ده انت خربتها. نفس الحكايه، والاطباء كده جراحين، ما تعلمش الجراحه كويس ومستعجل. عايز يقول العيان ويعمل العمليه ومش عارف ايه، اي واحد بمغص عندك زايده وتعالى عايز يفتح ويطلع له الزايده. يا ابني بالراحه شويه على الناس، بالراحه، حرام عليك. نفس القصه في كل الصناعات، كل الصناعات هي كده. واخد بالك ازاي؟ يعني طريقه تعلمنا في الدين هي نفس طريقه تعلمنا في الامور الحياتيه، نفس المنظر. بتعيب على الفقهاء انهم ما بقاش عندهم عمق؟ ما كل الناس في مجالات حياتها ما بقاش عندها عمق. المدرس في مدرسته ما عندوش عمق حتى في تدريسه ومادته. احنا كان بيدرسوا لنا العربي زمان يعني كنت في مدرستي في ثانويه عامه، كان عندنا الدكتور الاستاذ علي واد، كان هيتحل على المعاش خلاص، راجل لحقناه اخر سنه قبل ما يتحل على المعاش. كان شيخ ازهري بجبه وقفطان، هو الوحيد اللي كان في المدرسه بجبه وقفطان، بين كلهم افنديه. طول عمرنا كنا ناخد العربي بطريقه دمها تقيل كده، النحو، بحيث ان الواحد كده ايه، دي ايه يا ابني، اعرف ما تحتها خط، نقول تمييز، يقول لا نقول حال مفعول به، اه صح هي مفعول به، اي كلام عكعك، مش فاهمين، كل واحد يقول اي حاجه. فهمت ازاي؟ لكن ده بقى اما جالنا الدكتور الاستاذ علي وافي رحمه الله في ثانويه عامه، لقيناه بيدرس لنا العربي بطريقه مختلفه خالص. يعني من يوميا انا بحب العربي، من ساعه ثانويه عامه دي، من ساعه الاستاذ علي وافي، لقيناه بقى بيدرس لنا العربي بطريقه ثانيه، ويجيب لنا الاستدلالات من ايات قرانيه ومن احاديث، لانه اتعلم في الازهر تعليم بتاع زمان العمود، واخد بالك؟ ويقعد بقى يعلمنا يعني ايه مفعول به، يعني وقع عليه الفعل، يعني ايه فعل، يعني قام بالفعل، يعني ايه ولا الخبر، ويعني ايه المبتدا، الخبر بيجي خبره، وما دي بتسال عن الخبر، فيبقى اللي يجي بعدها مبتدا مؤخر، يعني حاجات كده. حسينا اننا ان النحو ده يتفهم، ده النحو ده يعني حاجه تتفهم، كنا طول عمرنا فاهمين النحو ده خلاص وناخده كده وخلاص، لان دي حاجه حلوه، دي حاجه بتتفهم، دي جميله. فبقينا العيال بعد ما كانوا حصه النحو دي يقعدوا ينغزوا في بعض ويعملوا، كان يدخل الدكتور علي ده الاستاذ علي كله قاعد مبسوط ومنتهي، حتى العيال البولد بقت مبسوطه. صحيح بولد كده مش فاهمين، لكن قاعدين مبسوطين منه، لان لما بيلاقوا واحد بيتكلم بحاجه بيحبها الناس تحبها، الناس بتتعدي. ما هو الحب والكره على فكره يعني. فلما يبقى واحد بيحب مادته كده وبيعرضها بطريقه حلوه، تلاقي كل الطلبه يحبوا الماده، حتى البليد منه بقى بيحبها. شفت ازاي؟ دي الحقيقه. فاحنا عايزين نرجع تاني، كل واحد في مجاله يعرف مجاله بعمق شويه. مش يفضل طول عمره على نظام شرشر نط كال البط زي ما بيقولوا. يعني احنا بيجي لنا نواب جراحه بياخدوا ماجستير، لسه بيقرا الجراحه من ميكي جيب. لان في كتب كده في الجراحه صغيره، انا مسميها كتب ميكي. فالمفروض كتب ميكي جيب دي ما تقراهاش وانت راجل بتعمل ماجستير. انت قريتها صحيح وانت راجل في بكالوريوس، معلش ما يجراش حاجه. انت بعد كده ممكن تتخصص، لكن انت بقيت ده تخصصك بقى، وسع بقى، افهم بقى الدنيا ماشيه، دي ارواح ناس. وزي ما العربيه بتوديها للميكانيكي يبوظها، بيجي لنا عيانين جراحين مبوظينها. والله
قطع حاجه ما تتقطعش، عور حاجه ما تتقطعش، ربط حاجه ما تتربطش، عمل حاجه ما تتعملش، تقعد بقى تصلح. ليه؟ لانه برضه استعجل على نفسه. واستعجل على نفسه ليه؟ مستعجل عايز يقبض، ومستعجل عايز فلوس، ومساوي الغلا وقله الموارد، وشغلانات بقى داخله حاجات معقده، ربنا ينجينا. لازم بقى تعزل نفسك عن الجو ده كله بقى، واخد بالك ازاي؟ وتحاول تتعلم العلم للعلم بقى، علشان تنصح للمسلمين، وعلشان تبقى عضو نافع للمجتمع ولنفسك، وعشان ترضي ربك بنصيحتك للمسلمين. كل في مجاله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الفقيه في فقه راعي مسؤول عن رعيته، والطبيب في طبه راعي مسؤول عن رعيته، والمهندس في هندسته، وكل واحد. الراجل اللي بيزرع في ارضه راعي مسؤول عن رعيته، مش يجيب لنا شويه سموم ويرشها على النباتات علشان يحفظها من الميكروبات يقوم يموتنا بيها، مع ما يموت زي ما يموت الدوده يموتنا احنا كمان. واخد بالك؟ مسؤول يرش لنا البطاطس وناكلها مرشوشه عشان تجيب لنا فشل كبد. شغلانه كبيره. عشان كده طريقه، انا اثرت لما قالوا لي تيجي تدرس فقه في المسجد هنا، وانا كنت لسه اول مره اجي مؤطن بقى. فقلت لهم انا مش هدرس الفقه بالطريقه المعتاده، انا عايز ادرس الفقه بالطريقه اللي تخلي الناس بعد كده يحبوا العلم، ويعرفوا ان الكتب الكبيره دي اللي طول عمرهم يقولوا لنا كتب صفراء وهتقرا فيها، كتب صفراء وهتقرا فيها، ان هي الكتب دي هي دي اللي فيها العلم وفيها اسلوب التفكير المنظم. واخد بالك؟ اللي بيها تطلع الفقهاء الكبار، اللي طلعت امثال ابن حجر الهيتمي، الامام النووي، الامام ابن حجر العسقلاني، الامام السيوطي، الائمه اللي انت بتسمع عنهم كده تلاقيهم مشاهير اكثر من مشاهير الكوره، واكثر من مشاهير النجوم السينما. يعني اشتهروا بعلمهم اكثر ما اشتهر المهربين بتهريجهم. انما الوقت حط لي انت اسماء عاليه كده من العلماء بتاع الجيل اللي فات او الجيل اللي قبله تكون مشاهير كده، ما تلاقيش، مفيش اسماء على السطح في مجال علوم الدين. خدت بالك ازاي؟ كل واحد يجي يبرز شويه ويموت وينتهي، الناس تنسى اسمه، ما تفتكروش ليه، لكن دول لحد دلوقتي فاكرين اسمائهم، لان درسوا بالطريقه دي، بالطريقه العميقه دي. فلازم كل واحد في مجاله مسؤول ومؤتمن انه يدرس دراسته بطريقه يعني عميقه علشان ينصح المسلمين، مش علشان يبقى لنفسه والشهره. ما هو لو عمل لنفسه يبقى هينصح المسلمين زي يستفيدوا بيه، لكن هو مالوش ثواب في الاخره. احنا عايزينها تحولها بقى للاخره، تعملها نصحا للمسلمين، تاكد ان هتجي لك الشهره وهيجي لك المال وهيجي لك كل حاجه، بس بلاش يبقوا هدفك، بلاش يبقوا هدفك، خلي هدفك انك انت تنصح للمسلمين. الاجانب خدوا الحته دي من المسلمين بتوع زمان، عندهم الدقه في البحث، عشان كده وصلوا لاسلوب حياه منظم بطريقه ما، لان عنده نوع من العمق في طريقه تعليمه، في طريقه تفكيره، في طريقه. انما احنا ده، احنا لو واحد حفظ حاجه يقول لك لا ده حفيظ، ده هو ده بيفهم حاجه، ده بيحفظ. ده الحفظ ده هو اساس الذكاء كله. ده ما يعرفش يحفظ الا الانسان النبيه الذكي. وهم كرهونا في الحفظ عشان نكره حفظ القران. دي اشاعه قديمه عملها اللورد كرومر من زمان، قال احنا عايزين نعمل تعليم يقوم على الفهم لا على الحفظ، بيلقح على الازهريه. فعمل وزاره التربيه والتعليم عشان يخرج منها ناس فاهمين مش حافظين. ففي الاخر طلعت اجيال لا فاهمه ولا حافظه. وده الحقيقه. فهمت ازاي؟ فاعرف الحاجات دي كلها. الهدف ان انا مش هخلص الكتاب على فكره، ولا اقول لك حاجه. الهدف بس ان انا افوقك في مجالك. كل واحد يفوق في مجاله. اذا كان بعض الطلبه هنا بيحضروا هم ازهريه، لازم يطلع راجل ازهري يقرا في امهات الكتب. واذا كان بيحضر هنا بعض الاطباء لازم يراجع طبه وتخصصه بطريقه اخرى غير الطريقه اللي ذكرها هو البكالوريوس. واذا كان مهندس يشوف هندسته بطريقه متوسعه شويه علشان ما يضرش الناس. واذا كان ميكانيكي نفس سباك نفس الحكايه. كل واحد في مجاله مسؤول. مدرس مسؤول ان هو يحبب الطلبه في مادته، لان الطالب لو حب الماده هيبقى بعد كده عالم كويس. طيب كرهه انت في الماده هيكرهه. يعني انا ابني احمد في ثانويه عامه شاطر كويس، مخه كويس في المذاكره، يحفظ بسرعه. السنه اللي فاتت كانت في ثانيه ثانوي، ادخل فين يا بابا؟ قلت له اللي يعجبك. قال لي ايه رايك ادخل بيولوجي؟ هو شافني انا دكتور، انا ما تفرقش معايا يطلع دكتور يطلع مهندس يطلع سباك، المهم يطلع متقن صنعته. انا بقول لهم كده، بقول لهم ما يهمنيش انت تطلع ايه يا ابني، اطلع اي حاجه في الدنيا متقن صنعتك الناس هتشاور عليك وتجيلك. اي حاجه في الدنيا.
واخد بالك؟ طالما بتتقنها الناس هتخبط عليك وتقول لك تعالى. فالمهم خد بيولوجي على اساس انه يدخل يعني كليه طب، هو كان ممكن يدخل كليه طب عقليته متوسطه. فخد درس خصوصي مع واحد كرهه في البيولوجي، لقيته بعد شهرين بيقول لي لا لا انا مش هقدر امشي، المدرس كرهني في الماده دي ماده صعبه قوي مش عارف امشي فيها. امال عايز تاخد ايه يا ابني؟ انا هدخل ادبي، هاخد تاريخ، ابيض خد. بعد شهرين ودفعنا دم قلبنا دروس، واخد بالك؟ حصه ب 30 جنيه وحصتين في الاسبوع، شغلانه كره الناس في مادته. فده مدرس غير ناجح، فلازم المدرس يكون ناجح يحبب الطالب في الماده بتاعته ويديها له بطريقه مبسطه جميله، واخد بالك ازاي؟ يبقى عضو منتج في المجتمع، ما يضيعش ماليه الناس ويضيع مستقبل الناس او غير مجرى الطالب. انا الدكتور الاستاذ علي وافي اللي بحكي لك عليه، انا طول عمري عقليتي احب الحاجات العلوم واحب البتاع، اول مره افاجئ ان العربي ده ماده جميله لذيذه حلوه كده، اول مره وانا في ثانويه عامه حببني فيها. بصيت لقيت نفسي بقيت اقرا القران بطريقه ثانيه بعد ما حضرنا له دروس النحو، بقيت احب احفظ قران، بقيت غير مجرى حياتي، واخد بالك ازاي؟ من منين؟ من الاول خالص، لانه حببنا في الماده. فانت ما تتصورش ان كل واحد لما بيبقى واخد الماده بعمق ازاي بيبقى عضو نافع في المجتمع قدام اولاده قدام الناس المختلط بيهم. حتى انت لما تبقى مثلا مهندس شاطر تلاقي زمايلك المهندسين بيتعلموا منك، وزمايلك المهندسين الصغيرين بيتعلموا منك، تبقى عضو نافع للناس كلها وللمجتمع كله، خدت بالك؟ فالهدف مش انا اقول لك مساله ابن ابي الصيف ومساله مش عارف ايه وتقعد، مش الهدف كده والله، انا ما هدفي كده ابدا. انا هدفي اغير نظام اللورد كرومر في نظام التعليم اللي هو كرهنا في هذه الكتب وكرهنا في الحفظ، في حين ان الحفظ قامت بيه كل ثقافه المسلمين وعلمهم، قام على الحفظ، حفظ حديث النبي، حفظ الرجال، حفظ المتون، حفظ الاسانيد. هم علشان عرفوا ان الدين حفظ بهذا الحفظ قال لك الحفظ وحش، اوعى تحفظ افهم بس عشان بعد 200 سنه يضيعوا لنا الدين. دي لعبه. وهو نفس اللورد كرومر اقرا التاريخ، مسك المصحف كده وقال في مؤتمر طول ما هذا المصحف في يد المسلمين وقلوبهم لا نستطيع ان نغزوهم ولا ننتصر عليهم، ومسك المصحف راح مقطعه، واخد بالك؟ وقال يجب ان نمزقه من قلوبهم كما مزقناه بايدينا الان، قال كده. وعمل نظام التربيه والتعليم اللي بيه واحنا صغيرين كنا نقول ده ايه ده واد حفيظ وحش، لكن احنا بنفهم، فهمت ازاي؟ عشان نكره الحفظ، طلعوا فينا الحاجات دي عشان في الاخر ما يبقاش في اجيال حافظه القران. طب ما فيش اجيال حافظه القران، اتبع المصحف ناقص صفحه واثنين بقى، مين هيكتشف؟ ما هو ما فيش حد حافظ، خلاص ضاع المصحف، صح ولا لا؟ المصحف اللي محافظه مش المطبعه، اللي حافظ المصحف حفاظ القران. لان المطبعه تطبع تغلط يجي واحد حافظ القران يقول الحقوا الطبعه دي فيها ايه غلط، فيها ايه ناقصه، فيها ربع ناقص، فيها مش يبلغ يحرقوه، يبقى مين اللي حافظ القران؟ مش المطبعه، حفاظ القران هم اللي حافظين، هم عايزين يقضوا على حفاظ القران، يقضوا على الحفظ اصلا. فقضوا على الكتاتيب وقضوا على شيخ الكتاب اللي هو سيدنا وقضوا على حاجات كتيره علشان في الاخر بعد 200 300 سنه يقضوا على الاسلام نفسه، زي ما قضوا على الاسلام في اسبانيا في الاندلس وبقت اسبانيا وبقوا النصارى. بصت الاسبان كده وجوههم في التلفزيون تلاقي وجوههم عربيه، كل ملامحهم عربيه لان اجدادهم مسلمين، اجدادهم مسلمين عرب والوقت نصارى ماشيين مع امريكا ويخشوا الكنائس. بعد ما كان يقول لك يسمع عزيز القران في طرقات اسبان الاندلس كعزيز النحل من كثره الكتاتيب والحفاظ. اقرا تاريخ الاندلس تعرف تشيب، شوف انت اجدادهم دول كانوا مسلمين اولادهم بقوا ايه. كل ده علشان احنا اعرضنا عن اسلوب التعليم المظبوط بتاع زمان اللي هو تمسك كده الحاجه تفصصها والضمير يعود على ايه وده مش عارف ايه واللغه العربيه ازاي. كل الحاجات دي لما ضاعت ضعنا معاها، ضعنا معاها، والوقت عايزين نشوف حل مش عارفين حل. الامريكان بيلعبوا بينا مش عارفين نعمل ايه، اليهود بيلعبوا بينا مش عارفين نعمل ايه، وصلنا لمرحله عاملين زي الهواء اللي الورقه اللي بتطير في الريح كده مش عارفه تستند على حته، لان ما عندناش اساس قوي. فلازم نغير اسلوب حياتنا ونربي اولادنا بطريقه مختلفه ونربي نفسنا احنا نفسنا بطريقه مختلفه، واخد بالك؟ لازم كده ضروري. أدبوا اولادكم على ايه؟ على ثلاث خصال، حبي وحب ال بيتي وتلاوه القران، ادي الكلام. فانت لازم تأدب نفسك كده قبل ما تأدب اولادك. اتفضل، في حد بيسأل؟ ايوه اتفضل.
يا ريت ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا سيدي، يا ربنا يكرمك. انتوا في قرية ايه؟ حلو قوي، ربنا يكرمك. احنا عندنا في بلدنا الكتاب مات لما شيخ الكتاب مات، ما جاش حد بعده، بقوا يحفظوا في المسجد في بلد ابويا في الارياف، بيحفظوا في المسجد شوية شباب بالمحمول يقعدوا نص ساعة ويجروا، عيال ما بتحفظ. كان سيدنا زمان قاعد من اول الفجر للعشاء، العيال تجري تجري وترجع له، تجري تجري وترجع له، فهمت ازاي؟ يقوم يخرج حفاظ قرآن، انما الشباب اللي قاعدين مكان سيدنا دول مش عارفين يعملوا حاجه، ولا حتى العيال تيجي تسمع لهم اللي بيروحوا للشباب دول، تلاقي مخارج حروفه مش مظبوطه، ما بيغنش، وحفظه مش متين، مختلف. احنا عايزين نرجع تاني للمتانه بتاعت زمان. واخد بالك؟ كان زمان تلاقي، يعني انا شفت واحد وانا كنت لسه في اعدادي، كان في البدرشين بيصلي بينا، راجل حافظ القران كله ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، من الكتاب سماعا. لحقت وصليت معاه لحد ثانويه عامه، ومات الراجل بعد كده وانا في ثانويه عامه. كان يصلي بينا القران كله حافظ، وما يعرفش يمسك الجورنال يقرا سماعا كده من الشيخ، من كتر حضوره. النوعيات دي اختفت دلوقتي، كلنا بنعرف نقرا ونكتب. طب هات الناس تقرا قران بقى، ما بيعرفوش يقروه، ما بيعرفوش يقروه، توقفوا في كل ايه وفي كل كلمه وفي كل مخرج حرف. خدت بالك ازاي؟ ما بيعرفوش، لان اختفى الشيخ اللي كان بيعلم زمان ده. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه. هنخلص الحته دي بقى ونروح. معلش افضفض شويه، نفضفض شويه، ما يجراش حاجه. والمتغير بطول المكث، والمتغير بطول المكث زي المتغير بما في مقره، برضه ما ايه، ما يضرش. يعني لا يفقد طهوريته. طول المكث يعني، يعني انا ميه جمعتها وسبتها اسبوع اثنين، فتغير طعمها بكثره الركنه بس، ما يضرش، تفضل طاهره. خدت بالك ازاي؟ بطول المكث. خرج بقولنا مستغن عنه، فان الماء لا يستغني عن طول المكث. يعني متغير بطول المكث، قلنا المتغير بما لا يستغني عنه، والماء قد لا، والماء لا يستغني عن طول المكث، لان مش معقول عايز ميه طازه كل يوم، ما الميه مرميه بقى لها سنين في البير وتستعملها، ميه الترمبه جايه من بير في العمق، متغيره بطول المكث، تلاقي ميه الترمبه ليها طعم. واخد بالك؟ متغيره بطول المكث، واخد بالك ازاي؟ لكن لا يضر، تتوضا بميه الترمبه. كذا قال الشيخ عطيه، والاظهر انه خرج بقول المصنف ما خالطه، فان الماء لم يخالطه شيء هنا، والمكث بتثليث الميم مكث ومكث ومكث. تثليث الميم يعني ينفع فيها الفتح والضم والكسر، ينفع تقول مكث ومكث ومكث، كله صح ما اسكان الكاف. تثليث الميم تثليثه يعني ينفع فيه الحركات الثلاثه مع اسكان الكاف، وفي المطلب لغه رابعه وهي فتح الميم والكاف، مكث، طول المكث. وعلى كل فهو مصدر مكث ومكث، مكث بفتح الكاف وبضم الكاف او ضمه. فانه طهور، توكيد لما استفيد من التشبيه في قوله وكذا المتغير، فانه يستفاد منه انه طهور، وهذا ظاهر على القول بان المتغير بشيء من ذلك مطلق، وهو الراجح. دي مسألة بين الفقهاء اختلفوا فيها، هل المتغير بما في مقره أو ممره أو بطول المكث فقد إطلاقي فلا يسمى ماء مطلق؟ ولا يسمى ماء مطلق؟ فهمت ازاي؟ لأنه قالوا إن الماء المطلق هو الذي لا ليس فيه صفة تميزه من لون أو طعم أو رائحة، والمتغير بطول المكث قد يكون فيه طعم متغير، والمتغير بما في مقره قد يكون فيه لون ورائحة متغيرة. مش كده برضه؟ فهل يبقى الماء المتغير بطول المكث او بما في مره ومقره بالرغم انه هو معفو عنه صحيح ويستعمل ويبقى طهور، لكن يسمى ماء مطلق ولا لا يسمى ماء مطلق؟ دي مساله بين الفقهاء قاعدين يفكروا فيها. الراجح عندنا انه يسمى ماء مطلق. واخد بالك؟ والمقابل الراجح انه لا يسمى ماء مطلق، وان كان ياخذ حكمه، ياخذ حكم الماء المطلق تيسيرا على العباد بس، فيجوز الوضوء به والتطهير به تيسيرا على العباد، ولكن ليس مطلق. يعني الخلاف ايه؟ لفظي، مش لا مش خلاف معنوي. يعني يقول لك خلاف لفظي يعني في اللفظ بس، لكن في المعنى واحد، الاثنين هيتوضوا بيه. لكن هل انا اسميه مطلق ولا اسميه غير مطلق معفو عنه؟ لكن في الحتتين انا هتوضى، فيسموه خلاف لفظي
لا خلاف معنوي، ما ينبنيش فيها في المعنى يعني. توكيد لما استفيد من التشبيه في قولي وكذا المتغير، فإنه يستفاد منه أنه طهور، وهذا ظاهر على القول بأن المتغير بشيء من ذلك مطلق وهو الراجح، وأما على القول بأنه غير مطلق فهو مستثنى من غير المطلق تسهيلا على العباد في جواز الطهر به رخصة يعني. فهمت ازاي؟ والله أعلم. ونقف على القسم الرابع إن شاء الله يوم السبت القادم. في سؤال بس كده نشوفه، ربنا يجعله خفيف علينا. كيف يزل الشعر الزائد؟ الزائد بالزاي مش بالذيل مش بالذال، بالزاي كده اللي يريح عليها نقطة اسمها زاي، انما الدال اللي عليها نقطة اسمها ذال. تطلع لسانك، لازم تطلع لسانك في ثلاث حروف. كانوا يضربونا في حصة الانجليش عشان تطلع لسانك في ذا، وما يضربوناش في حصة العربي علشان نطلع لساننا في الثاء والذال والظاء. شوف يعني حريصين على اللغة الإنجليزية أكثر ما هم حريصين على لغة القرآن، والله ده اللي حصل. فطلعت الأجيال ما تعرفش تطلع لسانها إلا لبعضها، يغيظوا بعض بس، لكن ما طلعوش لسانهم في الإيه، في اللغة المطلوبة. كيف يزل الشعر الزائد وقص الأظافر أثناء الحيض أو النفاس؟ ما يضرش، قصي ضوافرك أثناء الحيض والنفاس لا يضر، مش شرط تستني عشان تزيلي ما عليها من حدث يعني. لا، في ناس بيعتقدوا لا ما فيهاش حاجه. ويزال الشعر الزائد اذا كان الابط فيسن فيه النتف، نتف الابط، وفي العانه حلق العانه، فان لم تستطع نتف الابط لا تتحمله فلك ان تزيله باي وسيله اخرى كالحلق او اي وسيله من الوسائل الكيماويه، في كريمات في حاجات من دي فيجوز. هل نأخذ من المذاهب ما يتناسب معنا؟ نعم، نأخذ من المذهب ما يتناسب معنا لاختلاف العصر، لكن ما نأخذش من المذهب ما يسهل عمله مطلقا في كل المذاهب، لأن هذا الأسلوب يؤدي إلى التسيب. واخد بالك إزاي؟ باستمرار أقعد أختار الرخص 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 في كل المذاهب، ألاقي نفسي ما عنديش عزيمة خالص، أمشي كده عندي في الرخص على طول. العلماء حذروا من هذا. صحيح اللي بيعمل كده يعني مش من اهل النار ان شاء الله يعني، لكن مشكلة بينبني فيه خلق التسيب، يحس ان الحكاية سايبة، واحنا مش عايزينك تبقى راجل متسيب. ده حتى في المرور الوقت بيمنعوا التسيب ويوقفوك كده ويشوف الرخصة وحامل الحزام ولا، عشان يمنع التسيب، واخد بالك، عشان تبقى منضبط. فالانسان لما بياخد مذهب كده على بعضه برخصه بعزائمه يبقى منضبط، انما ما ينقي رخص من هنا ورخص من هنا ورخص من هنا يبقى غير منضبط، هيسحبوا رخصته بس. ربنا ينجيك. ايوه يعني اتنفق فيه الروح يعني نزل وقوق بان في خلقة الادمي. المسألة دي سهلة، هتيجي في موضوع صلاة الجنازة. عند الشافعية لا يصلى على السقط، السقط يعني اللي نازل، الا اذا استهل صارخا. يعني لو نزل وقال واء مره واحده او خد نفس واحد وبعدين مات، يبقى يتغسل ويكفن ويصلى عليه. يسمى او ما يسماش مش مشكله. فهمت ازاي؟ السنه يسمى حتى السقط، السنه مش واجب، ده سنه مش لازم، لا يسن بس تسمية، واخد بالك؟ يبقى الشافعية عندهم بلا خلاف يصلى على من نزل مستهلا صارخا ومات، واضح؟ بالإجماع في المذهب. نيجي بعد كده من أول السادس، من أول السادس لحد ما يموت في بطن أمه قبل ما ينزل، قبل ما يستهل صارخا ومات، يعني بانت فيه آثار الخلقة كاملة ونزل كده، صحيح ما استهل الصارخ بس بانت عليه اثار خلقه الادم. الواد يقول لك يا ده كان طالع كويس قوي، البنت دي طالعه جميله، يعني باينه واضحه، واخد بالك؟ ما وقتش. في خلاف في المذهب، الراجح انه لا يصلى عليه، واخد بالك ازاي؟ الراجح انه لا يصلى عليه، والمرجوح في مقابل الراجح ان يكفن ويصلى عليها لظهور الخلق، واخد بالك ازاي؟ واضح؟
لو نزل قبل 6 شهور بقى من اول شهر 2 3 لحد 6 بالاجماع لا يصلى عليه، ولكن يغسل ويكفن ويدفن. واضح؟ سهل. يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. الحنابلة زي الشافعية، إلا أنهم في فيما ظهرت فيه الخلقة قولا واحدا عندهم يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذا ظهر فيه آثار الخلقة حتى ولو لم يستهل طريقه، احتراما لخلقة الآدم. واضح؟ ده مذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية مرجوح. زي مذهب الشافعية. سهلة؟ والله أعلم. اسألها. النساء يعرفوا، النساء يعرفوا دم الحيض. أصل المرأة بالنسبة للحيض مبتدأة ومعتادة ومميزة ومتحيرة، 4 أنواع النساء بالنسبة للحيض. هناخدها في باب الحيض. المبتدأة اللي هي لسه أول مرة يجي لها الحيض فما تعرفش، فهمت ازاي اسمها المبتدأ. والمعتادة اللي هي بقالها كتير بيجي لها الحيض في وقت معين وخلاص اعتادت، يسموها العادة الشريعة الناس لأنها معتادة، واخد بالك ازاي؟ وفي بعد كده المميزة اللي هي بتعرف لون الدم الحيض من دم المرض. تقول لك لا ده أنا عندي نزيف، ده أنا مش حيض، ده لا ده مرض، ده أنا عايز أروح للدكتور. يعني هي مميزة، عارفة دم الحيض من الدم المرض، خدت بالك ازاي؟ يبقى دي اسمها مميزة. وبعدين في المتحيرة اللي هي مش عارفة، فقدت التمييز او بدأت من مبتدأها ما حصلت لهاش عادة شهرية، متلخبطة من اولها، فتبقى اسمها متحيرة. والمتحيرة انواع، قدرا فقط يعني مش عارفة قدر عادتها لان ما لهاش عادة، ومتحيرة وقتا يعني مش عارفة اول عادتها بتيجي في اول الشهر ولا في نص الشهر ولا في اخر الشهر، ومتحيرة نوع قدرا ووقتا، لا عارفة القدر ولا عارفة الوقت، وسموها متحيرة ومحيرة لأنها حيرت الفقيه، وهي نفسها محتارة في نفسها، فسموها متحيرة عشان كده، تروح للفقيه يحتاس معاه، مش عارف يقول لها أنت تحسبي إيه حيض، فسموها متحيرة عشان كده. فعلى أي حال دم الحيض معروف إن هو يخرج بعد 9 سنوات قمرية من المرأة، فإن نزل منها دم بعد قبل 9 سنوات من العمر لا يسمى حيض أولا، يعتبر استحاضة، يبقى أقل سن الحيض 9 سنوات، فإن رأت الدم في سن 8 سنوات يبقى استحاضة لا حكم له. رأيته 9 سنوات وطالع يفضل حيض حتى انقطع الطمس، ثم رأت الدم يعني في سن اليأس وبقى عندها 70 سنة ما شافتش دم خالص وفجأة شافت دم، الشافعية عندهم ان ده حيض برضه، واخد بالك؟ لكن الملكية عندهم لا، ده دم استحاضة لانه ده بعد انقطاع الطمس اي دم تشوفه يبقى ده دم مرض، فهمت ازاي؟ الشافعية يقول لك لا ده حيض فقها ومرض طبا، حيض فقها ومرض طبا، لان المرأة قد تحيض في هذا العمر المتقدم ولكن على سبيل النادر، فهمت ازاي؟ بس قد تحيض وحصل ان امرأة ستنا وامرأة ستنا ستنا سارة حاضت وعندها 90 سنة وحملت، فهمت ازاي؟ فالشافعية رأيهم كده، يعني لو جدتك شافت دم وعندها 90 سنة يعتبروا حيض. الشافعية شافته في رمضان يقول لها ما تصوميش وما تصليش وروحي للدكتور بس ما تصوميش لحد ما يعالجك، فهمت ازاي؟ الشافعية. الملكية يقول لهم لا انت مستحاضة تودي بعد دخول الوقت، واخد بالك؟ يعملوها معاملة المستحاضة وتصومي عادي وبعدين بعد كده بقى عالجك. ايوه دي بقى هتيجي في باب الحيض، دي عايزة قاعدة لان دي ممكن نقعد فيها لحد، عارف المتحيرة دي مؤلفين فيها كتاب 400 صفحة في احكامها. خلاص لا اسم علي، لا اسم علي، ما لا دي تعرف ولا دي تعرف، يعني لا اسم علي انا مش متعمد. اقل الحيض يوم وليله، اقل الحيض يوم وليله، واخد بالك؟ واكثر الحيض 15 يوما، واقل الطهر 15 يوما ولا حد لاكثره.
فيبقى إن رأت الدم نقطة وجب عليها عدة أشياء، وجب نقطة دم نزلت، وجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصوم في رمضان وتنتظر يوم وليلة، إن نزل تاني يبقى حيض، ما نزلش تاني يبقى تعيد صلواتها وتقضي هذا اليوم، ويبقى ده مش حيض لأن أقل الحيض يوم وليلة. واضح؟ فهمت المسألة؟ طيب نزل عليها يوم وليلة حيض، قعد يومين ثلاثة أربعة خمسة ست، هي عادتها ست أيام بس جه في السادس ما اتقطعش، السابع شغال، الثامن شغال، التاسع شغال، تفضل حيض برضه، والمرأة عادتها تتغير عندنا. فهمت ازاي؟ ونقول لها اتعالجي برضه وكل حاجة، مش هنسيبها تتصفى ونخلص منها. لا، ما هي نفعانا برضه. نعالجها، لكن احنا بنتكلم على حكم الفقه. نقول لها لا ده حيض برضه استمر، ست أيام برضه حيض، سبعة أيام برضه حيض، ثمان أيام، تقول لك بس أنا دكتور طول عمري، أو الطبيب لازم يبقى فاهم أحكام الحيض الفقهية عشان زي ما يعالج المرأة يفهمها تصلي وتصوم وزوجها يقربها ولا لا، وانقضت عدتها من الطلاق ولا لا، كل الحاجات دي بينبني عليها احكام كتيره. فزي ما بيعالجها الطبيب المسلم يبقى فاهم احكام الحيض برضه. واخد بالك ازاي؟ فالمهم تفضل حائض طول ما احنا بنعد 15 يوم اقصى مده الحيض. استمر الدم بعد 15 يوم، لا لا اغتسلي بقى وصلي. ما زال عن 15 يوم من الصحاض. نقول لها اغتسلي وصلي. فهمت ازاي؟ ولكن باحكام دائم الحدث. اللي هو يتوضا بعد دخول الوقت، واخد بالك ازاي، وتصلي فرض واحد وما شاءت من السنن بوضوء واحد، وتنوي استباحه الصلاه في الوضوء، لا تنوي رفع الحدث لان الحدث مستمر، وينتقد وضوءها بكل الاحداث الا نزول الدم لانه هو عذرها. واضح؟ وتتحفظ جيدا قبل الوضوء للصلاه وغير ذلك. فهمت ازاي؟ وبعدين نعالج. استمر الدم معاه بعد ال 15 يوم لحد 20 يوم انقطع، خلاص هي بتصلي من اول 15 يوم. قعدت طاهرة كده 10 ايام ونزل دم تاني. نقول لها لا الدم ده استحاضة لان اقل الطهر 15 يوم. اصبري. تقول يا دكتور ده لونه لون الحيض، ده انا عارفاه، ده انا ست قديمة وفاهم. يا ستي لا، حيض طبا واستحاضة ديانة. فرق بين الطب والديانة. فهمت؟ في الطب احيض ما عالجناش حاجه، انا معالجك، لكن في الشرع لا، لان اقل فتره الطهر 15 يوم. اي وينصح عدم، ولكن لا ياثم ان جامع. خدت بالك؟ لا ياثم ان جامع لكن ينصح عدم. اي لا، اقل الحيض يوم وليله. فهمت بقى المساله؟ هتيجي باب الحيض هنقعد فيه اعداد طويله يعني، ما تقلقش هتبقى راجل خبير ان شاء الله فيه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون.